مساء الخير. بعدما استثمرت عائلة مخلوفة الأسواق السورية الحرة لعشرين سنة، اكتشف نظام أسد أن تلك الأسواق كانت تنشط في عملية التهريب والأموال، وعليه قرر النظام تمزيق عقود الاستثمار تلك، وقرر إجراء مزاد علني للمستثمرين العرب والأجانب لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق السورية الحرة بما فيها المرافق الساحلية وأيضا المطارات. وحددت حكومة أسد قيمة التأمينات الأولية للاستثمار بنصف مليون دولار صادرة عن أحد المصارف العالمية المعتمدة لدى النظام على ألا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر، مضيفة أن مدة الاستثمار هي 5 سنوات قابلة للتجديد. حكومة النظام طالبت شركة سوريا للأسواق الحرة التابعة لمخلوف بتفريغ الأسواق وتصريف محتوياتها، سواء بوضعها في الاستهلاك المحلي أو بإعادة تصديرها، وحددت في حال مخالفة القرار بفتح المستودعات الجمركية بالقوة. يعرف الجميع أن الإجراءات الأخيرة على ما يسمى السوق الحرة يتزامن مع التضييق المالي على رامي مخلوف وشركاته وأمواله، لكن ما لم يفهم بعد من سيستثمر في سوريا الأسد، وسيف قانون قيصر مسلط على أي جهة تحاول التعاون مع النظام، سواء كانت دولية أو شركات أو حتى أفراد. فمن يجرؤ على الاستثمار في سوريا؟ وهل يوجد أرضية خصبة للاستثمار؟ وما هي دلالات هذا القرار الأخير؟ هل هي لإعادة الموارد المسلوبة إلى جيب ما تبقى من الدولة، أم لإعادتها إلى حسابات عائلة أسد؟ وهل يملك النظام اليوم من أمره شيئاً بعدما رهن مقدرات الدولة لروسيا وإيران؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. أصدر نظام أسد قرارا يقضي بإجراء مزايدة علنية للمستثمرين الأجانب والعرب لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة التي كانت بيد رامي مخلوف، وهو ما أثار تساؤلات عن إمكانية الاستثمار في ظل قانون قيصر، فضلا عن تحكم الاحتلال الروسي بمفاصل الاقتصاد السوري وأيضا المنافذ الحيوية. نتابع التقرير ونعود للنقاش. حين استثمر الروس مرفأ طرطوس، فوجئوا أن أسماء كثيرة تتقاضى رواتب دون حضور، وهي أكثر من العمال الفعليين هناك. فكم عامل وهمي، وما هو حجم الفساد والنهب في الأسواق الحرة والمنافذ التي ينوي نظام أسد طرحها للاستثمار، بعدما مزق عقودها التي كانت ممنوحة لرامي مخلوف منذ نحو 20 عاما؟ ولكن مخابرات أسد اكتشفت في الأيام الأخيرة فقط أن تلك المنافذ كانت تستخدم لتهريب الأموال والبضائع، وطالبت مخلوف بتفريغ الأسواق الحرة خلال مدة محددة تحت طائلة إخلائها بالقوة. وعليه أعلنت حكومة أسد عن مزايدة علنية وبالظرف المختوم لإشغال وتجهيز واستثمار الأسواق الحرة في مركزي إجديدة يابوس مع لبنان ونصيب مع الأردن، إضافة لمرفأي اللاذقية وطرطوس ومطارات دمشق وحلب واللاذقية. وحددت حكومة أسد ضوابط للاستثمار كتأمينات أولية بنصف مليون دولار على أن تكون مدة الاستثمار 5 سنوات قابلة للتمديد. اللافت أن الحكومة حاولت مغازلة المستثمرين العرب والأجانب بدعوى الاستثمار في الأسواق المذكورة، وهو ما أثار تساؤلات عن إمكانية المستثمرين المخاطرة بأموالهم. ففي ظل قانون قيصر لا يبدو رأس المال جبانا فقط، بل مهددا بالزوال في ظل التجديد الأمريكي الذي يعاقب أي جهة تحاول التعاون مع النظام، سواء كانوا أفرادا أم شركات أم دولا. بغاية واضحة، إلا إذا كان طرح ملف الاستثمار يهدف لجلب شخصيات بديلة لمخلوف، والحديث يدور هنا عن أقرباء أسماء الأسد كأثرياء صاعدين في السلطة، على أن هذا الاحتمال ربما يواجه قبضة موسكو التي تهيمن على مفاصل الاقتصاد السوري وخاصة المنافذ الحيوية في الساحل. وفي حال جرى الاستثمار فعلا، ثمة من يسأل هل ستعود عائداته لخزانة ما بقي من مؤسسات الدولة، أم ستذهب لجيوب عائلة أسد وحيتانها؟
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مصطفى السيد، الصحفي الاقتصادي معنا من برلين، كما ينضم إلينا أيضا الكاتب والباحث السياسي سامر خلاوي معنا من لندن. مساء الخير وأهلا بكم يا أستاذ سامر. يعني اليوم توضع منتجات أو البضائع وما يتعلق بالسوق الحرة في المزاد العلني بدعوى بأنه تم كشف فساد رامي مخلوف وهذه الشركات. هل انتظر فعلا يعني نظام أسد لعشرين عام ليكتشف كل هذا الفساد؟ نعم، في البداية مساء الخير لك ست أحلام ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني كما هو معلوم ست أحلام أن الاقتصاد السوري منهوب وبدأ تدميره منذ أن قام حافظ الأسد بالانقلاب وأوكل إلى شقيق زوجته محمد مخلوف الذي كان مجرد موظف في دائرة التبخ في اللاذقية بأوكله بالاقتصاد السوري. الكل يقارن الآن ما بين الفترة التي قبل أن يستلم بها المجرم حافظ الأسد وبعد تلك الفترة وكيف كان الاقتصاد وكيف أصبح الاقتصاد. إذن هناك فساد وتدمير ممنهج من قبل عائلة الأسد وحاشيتهم اتجاه الاقتصاد السوري، وهذا ليس بجديد. حضرتك تتحدثين عن جزء من هذا الفساد ومن هذه السرقة وهي الأسواق الحرة، ومن المفارقة ست أحلام أن الدولة الوحيدة في العالم، وأنا زرت دول كثيرة، فقط في سوريا لا يتم قبول العملة المحلية في السوق الحرة. كل دول العالم تقبل عملتها المحلية ثم العملات الأخرى، بالدولار ويورو والجنيه الاسترليني وغيرها، فقط صحيح. في سوريا لا يقبلون إلا بالدولار. هذا من جانب. من جانب آخر ست أحلام، وكما ذكر التقرير وهذا صحيح 100%، لا يمكن لبشار الأسد أولا أن يتحكم بكل الثروات. الكل يعلم الآن روسيا وإيران تسيطر وتهيمن على العديد من الثروات. والنقطة الثانية أنه مهما جاء من إيرادات إلى سوريا لن تذهب إلى الاقتصاد السوري، وهذا ما أشار إليه رامي مخلوف الذي قال في حال أن قمت بإعادة الأموال فهي لن تذهب للدولة بل تذهب لجيوب الآخرين، وهذا أيضا اعتراف آخر منه أن الأموال لا تذهب إلى الدولة السورية. النقطة الثالثة أن من يريد أن يقدم على هذه المناقصات فهو لا يستطيع، لأنه بذلك يتحدى القانون قيصر والولايات المتحدة، ولكن ممكن أن يكون هناك عملاء من حزب الله أو من إيران أو من يتبع لروسيا، لأن هذه الدول أصبح لهم سوريون يعملون عملاء لهم. ولكن بالمحصلة ست أحلام كلها سوف تذهب وتصب إلى جيوب آل الأسد، والآن دخلت أسماء الأسد كشريك آخر في النهب والسلب للاقتصاد السوري. إذن المحصلة لن تكون هناك فائدة للميزانية السورية وللشعب السوري، بل هو استمرار للسرقات. وأيضا لو أراد وكان صادقا بشار الأسد في ذلك لفعل الكثير. يعني الآن هو يريد أن يوصل رسالة مفادها أنه لا يزال يتحكم في مفاصل الدولة، وأنه الآن هو يحارب الفساد ويريد أن ينتقل بذلك المحاربة إلى أن يأخذ الأموال ويذهب بها إلى الدولة، وأنه حارب قريبه رامي مخلوف. هذه الألاعيب كلها مكشوفة للشعب يعني السوري. وحتى رامي مخلوف يحاول أن يظهر بمظهر بأنه يسعى لإعادة الأموال لخزانة الدولة وليست لبشار الأسد، يعني جيوب الآخرين، ما هو كان أصلا واحد من هؤلاء الآخرين قبل هذا الخلاف. تماما ست أحلام، وهذا ما ذكره بالفيديوهات التي نشرها. وتفاجأنا ست أحلام من كلام مخلوف أن هناك تجاوز من قبل القانون، هناك أيضا تجاوز من قبل أجهزة الأمن، أن هناك ظلم للشعب، أن الله موجود ويمكن العودة إلى الله، وأن هناك يوم محاسبة ويوم قيامة. هذه لم نكن نسمعها من هذه الأوجه التي تتبع للأسد. وكل ما مثل ما نتفاجأ اليوم أيضا يعني بالسرقات في السوق الحرة التي يتم الإعلان عنها، وأيضا تهريب البضائع. يعني بالعودة إلى سرقات رامي مخلوف ونظام أسد وما إلى ذلك وعرض البضائع والمنتجات والأسواق الحرة في المزاد العلني، إلى من ستذهب هذه الأموال مجددا؟ الطريقة الفنية التي قدمت فيها المزايدة للجمهور
توضح أن هناك يعني حوت جديد مطلوب أو محدد مواصفاته بشكل مسمى، وهذا الحوت يعني أعطي هذه الحصة من الاقتصاد السوري. طالما أن المناطق أو الأسواق الحرة السبعة المعروضة هي موجودة تقريبا على معظم المنافذ الحدودية السورية وفي المطارات الثلاث الدولية، ضمن الرقم المطروح 500 ألف دولار كتأمينات أولية، هذا يعني أنه وزارة الاقتصاد أو إدارة المناطق الحرة تتوقع إيرادات بمعدل 50 مليون دولار، وهذا الرقم يعني صغير جدا لتقدير الدخل والأرباح. يعني نحن إذا نظرنا للمناقصة اللي جرت العام الماضي لمطار بيروت، كانت تم تلزيم الشركة التي تدير المناطق الحرة بمطار رفيق الحريري ب100 مليون دولار. يعني أسواق نصيب وأسواق جديدة وأسواق مرفأ اللاذقية وطرطوس ومطار دمشق الدولي ومطار حلب ومطار اللاذقية، كلياتها تقديراتهم أنه يكون العائد 50 مليون دولار، وهذا يعني رقم قليل جدا جدا، يعني الحد الأدنى للتقديرات الأولية لمداخل المناطق الحرة أو أسواق المناطق الحرة في سوريا تتجاوز 1.5 ل 2 مليار دولار سنويا. يعني هذا المفترض يكون الريع اللي يعود لخزينة الدولة. والغريب طيب، يعني هل هذه الأرقام 1.5 ل 2 مليار دولار اليوم يعني في ظل إغلاق الحدود والمعابر الجوية والبرية بوجه سوريا من الممكن أن يتحقق في هذه الظروف؟ هون بدنا ننتقل للجانب السياسي. بالجانب السياسي يعني إذا تم فتح الملف السياسي وقبل النظام أنه يجلس على طاولة المفاوضات مع الشعب ويعيد السلطات للشعب، الأمور كلها راحت تلاقي طريقة للحل، وممكن تأخذ زمن يعني. لكن الاستثمار ضمن مناطق الحروب كمان هو استثمار في مخاطر كبيرة لكن في أرباح كبرى. يعني ما بيكون حاطط ربح بالشكل الطبيعي، بيكون حاطط التاجر هون ربح يعني يعادل قيمة المخاطرة اللي داخل فيها. زائد أنه الاستثمار بالمناطق الحرة من الاستثمارات الآمنة، يعني ما هو من الاستثمارات الخطرة. يعني اللي عنده يعني هو فتح محل ما يبيع فيه، يعني ما في هذا الريسك العالي على الاستثمار ولا في منافسة، لأنه هو أخذ بالأصل احتكار هاي الأسواق على المنافذ الحدودية اللي بتجبر كل المستهلكين أو المارين أو العابرين بهاي المناطق أنه هني يتسوقوا من هذا السوق اللي هو يعني محتكر سلفاً. يعني أستاذ سامر، يرى الأستاذ مصطفى بأنه يتم التحضير لواجهات جديدة لتمرير يعني سرقات نظام أسد وعائلته للسوريين بطريقة أو بأخرى، ويرى أيضا أنه الرقم الموضوع بالنسبة لتأمين هذه الأسواق هو قليل جدا بالنسبة لما يمكن أن تحققه من دخل. برأيك من هي الواجهات الجديدة التي من الممكن أن تطرح مستقبلا كبديل لرامي مخلوف؟ يعني كما تعلمين قبل رامي مخلوف ظهرت أيضا أسماء موازية مثل سامر الفوز وحمشو وغيرهم من الأسماء الأخرى، ورئيس غرفة تجارة حلب الذي كان أيضا بمجلس الشعب. هؤلاء كلهم وجوه هؤلاء كلهم وجوه جديدة أنتجها الأسد ومن أجل الالتفاف على العقوبات. تذكرين أنه كلما يظهر اسم من جماعة الأسد وهو غطاء للأسد ووجه آخر للأسد، عندما يتم فرض عقوبات عليه يقوم الأسد باستبداله بوجه آخر. هؤلاء الغرباء، نحن الآن نتحدث عن أقارب بشار الأسد، يعني رامي مخلوف هو جزء من عائلة الأسد، وأيضا بالمحصلة هو واجهة لبشار الأسد، ولا يستطيع أن يخرج عن الدائرة وما يرسم له بشار الأسد. ولكن الآن بعد أن تدخلت
أسماء الأسد وتريد حصة لها ولأقاربها الذين معها، هنا بدأت الخلافات وبدأ. يعني أنت ترى أن المستثمر القادم لهذه الأسواق الحرة المملوكة سابقا لرامي مخلوف سيكون من عائلة أسماء الأسد؟ أو نعم، أو من الذين يتبعون لها، لأن ما الذي غير الأمور الآن؟ كل أتباع رامي مخلوف بدأ تغييرهم خاصة من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. الآن أسماء الأسد بشكل واضح وعلني تقول أنها الآن هي على الساحة، بل أصبحت تتحدى أيضا من عائلة الأسد ماهر الأسد، وهناك أيضا صراع مع زوجة ماهر الأسد على تقاسم الثروات. إذن الآن الخلاف هو على نهب خيرات الثروات السورية بوجود أسماء الأسد، وليس غريبا عنها أو بعيدا عنها أن تجلب الأسماء التي تكون موالية لها وتتبع لها. تعلمين الآن ست أحلام ما يحدث الآن بسوريا، الولاءات الآن أصبحت مختلفة، هناك حتى داخل جيش الأسد وداخل الأمن وداخل الميليشيات التي تحارب مع الأسد هناك عدة ولاءات، منها لروسيا ومنها لإيران ومنها يتبع لحزب الله ومنها يتبع لماهر الأسد ومنها يتبع لبشار الأسد، فكل يتبع لجهة من الجهات. وأيضا كما تعلمين ست أحلام، وهذه نقطة أيضا هامة، كل من خدم بشار الأسد وضحى من أجل بشار الأسد قام بالتخلص منه وجلب اسم آخر وشخص آخر وواجهة أخرى من أجل أن يكمل المهمة. إذن تدوير هؤلاء ليس بمشكلة كبيرة، ولكنه التفاف ومن أجل إيهام الشعب أن هناك محاسبة وأن هناك بشار الأسد لا يزال يسيطر وأنه يسمح لكل من يريد أن يتقدم لتلك المناقصات فهو حق له. الكل يعلم أن هذه كلها أكاذيب ولا يمكن القبول لها، وأن السياسة هي مستمرة بالنهب الاقتصاد السوري وإذلال الشعب السوري طالما بقي نظام بشار الأسد. وتعلمين أيضا أنه كلما استمر هذا النظام يوما يتم تدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى ليصبحوا هناك أكثر من 80% تحت خط الفقر، وهناك نسبة لا تتجاوز 5% يملكون كل مقدرات وثروات الثروة السورية. إذن عندما يسقط هذا النظام المجرم سوف تحل كثيرا من القضايا. وقبل أن نتحدث عن أموال لإعادة الإعمار، لو تم إرجاع جزء من الأموال المنهوبة من قبل عائلة الأسد ومن يتبعون له سوف يكون الوضع أفضل بكثير. لذلك أس البلاء هو هذا النظام المجرم، ونحن نتحدث كما تفضلت وذكرت عن جزء من الثروات المنهوبة وهي في الأسواق الحرة، وما أدراك ما باقي الثروات التي يتم نهبها بشكل خفي ودون أن يعلم بها الشعب السوري. وأيضا كما هو أيضا كان معلوم، النفط السوري لم يكن يدخل للميزانية السورية، وعندما طالب محمود الزعبي بإدخاله إلى الميزانية تم انتحاره بثلاث طلقات في الرأس. إذن لا صحيح. نعم. إذن بكلمة أخيرة ست أحلام، لا يذهب شيء للشعب السوري. لو فقط ذهب جزء من النفط، تذكرين كانت سوريا تنتج ما يقارب 950 ألف برميل، كنا نأخذ احتياجاتنا منها ونصدر الباقي. لو ذهب جزء من هذا النفط إلى الشعب السوري لكان وضعنا أفضل من كثير من الدول المنطقة. هذا جزء من خيرات سوريا المنهوبة ليدمرها بشار الأسد، والمصيبة الآن جاء من يشاركه بنهب ثروات الشعب السوري مثل روسيا وإيران وحزب الله وباقي التنظيمات الإرهابية التي جلبها بشار الأسد. نعم أستاذ مصطفى، اليوم أمام العقوبات الأحادية الجانب قانون قيصر المفروضة على نظام أسد وعلى الأفراد والشركات والكيانات والدول أيضا التي من الممكن أن تتعامل معه، من سيتجرأ للاستثمار في هذه السوق الحرة وأيضا يعني للدخول في مزاد علني والمشاركة بها؟ الأنشطة اللي موجودة بالمناطق الحرة هي خارج إطار عقوبات قيصر في معظمها، يعني إلا الاستخدامات المزدوجة. يعني كمان يعني مشان ما نكون نحن عم نرسم صورة مغايرة للواقع، البضائع اللي موجودة بالمناطق الحرة هي بضائع ترفيهية يعني في معظمها، لأنه أعمال الاستثمار بالمناطق الحرة مختلفة عن الأسواق الحرة. نعم. يعني هاي المسألة كتير ضرورية. يعني أنت بالأسواق الحرة بالمطارات شو بتشوفه؟ يعني
يعني برفانات وهدايا وعطور وحلويات، يعني مو أكثر من هيك. صحيح، ولكن يعني هذه الأعمال بذاتها ألا تدخل أموال إلى خزينة هذا النظام بطريقة أو بأخرى؟ لو لك أن تفصل لنا أكثر يعني لنكون صورة أكبر عن الموضوع. هذه الاستثمارات هي استثمارات بسيطة وغير موضوع أصلا تحت يعني بند العقوبات في قانون قيصر، يعني عقوبات قانون قيصر على الأشياء اللي بتأثر بشكل كبير على يعني عملية الحرب ضد الشعب السوري. لكن يعني ولكن على بضائع بسيطة مثل المذكورة في السوق الحرة أو الموجودة ما في السوق الحرة، يعني بالأسواق الحرة بالعالم كلياتها، بالمطارات يعني شو بتلاقي الشناتي وهدايا وجواكيت وهدايا للأطفال وشموع وأشياء من هذا القبيل، يعني ما فيه هالاستثمارات الكبيرة يعني ولا هالاستثمارات، ولكنها وارد. يعني ذكرت حضرتك أنه من الممكن أنه تقوم بإدخال مليار ونص إلى 2 مليار دولار إلى هذا النظام، ألا يمكن أن تساهم في تمويله؟ نعم هذا الجانب نعم، لكن يعني وفق التقديرات الموضوع على الاستثمار هذا يعني بالتأمينات الأولية عم يحكوا هني عن 50 مليون دولار 100 مليون دولار بالحد الأقصى. بالتالي في عندنا يعني بين المليار و 900 مليون دولار نهب حد أدنى، يعني إذا قارناها فقط بمطار بيروت، يعني بمداخيل مطار بيروت بالمقارنة مع مداخيل المناطق السبعة في سوريا، يعني الفارق كبير جدا، وبالتالي هون في عملية نهب كبرى. يعني هي مصممة عملية النهب بحيث أنه أنا أعمل استثمار ما يدخله متنافسين كثر. يعني كان بإمكان إدارة المناطق الحرة تطبق نظام الاستثمار الموجود بالمناطق الحرة بحيث أنه هي تدير عملية الاستثمار بشكل مباشر. يعني إدارة المناطق الحرة مثلا، مدير المناطق الحرة بدمشق بالبرامكي، هي اللي بتقدم العقارات بشكل مباشر للمستثمر، ونفس الشيء بالمنطقة الحرة بعدرا، ونفس الشيء بالمنطقة الحرة بالحلب وبطرطوس واللاذقية. نعم. يعني ليش الأسواق الحرة عم يتم تلزيمها بشكل يعني مستثمر ثانوي، علما أنه النظام يعني قانون الاستثمار بالمناطق الحرة يتيح هذا المسألة للإدارة، هي يعني ما في خرق قانوني لقانون إدارة المناطق الحرة، لكن في شبهة فساد واضحة. يعني طيب يعني هذه المناطق الحرة التي نتحدث عنها ساهمت بإخراج شحنات كبيرة جدا من المخدرات باتجاه أوروبا، ويعني تم إلقاء القبض على هذه الشحنات، أو يعني تمت السيطرة عليها قبل الوصول إلى أوروبا، ساهمت بإيصال مقاتلين من الميليشيات الإيرانية إلى مطار دمشق الدولي وأيضا إلى مطار حلب الدولي. يعني هذه المنافذ الحدودية يساء استخدامها، وبالتالي يعني الأسواق الحرة هي بمعزل بالنسبة للعقوبات عما يجري في هذه المنافذ. لا لا، أنا ما قلت هي بمعزل عن العقوبات، أنا قلت أنه الأنشطة التجارية اللي موجودة بالأسواق الحرة تحديدا، مو بالمناطق الحرة، يعني بدنا نميز بين مسألتين، المديرية العامة للمناطق الحرة بسوريا والأسواق الحرة عند نوعين من الاستثمار، استثمار بالمناطق الحرة مثل المنطقة الحرة بالبرامكة فيها مصانع وأشياء صغيرة وإنتاج وإعادة إنتاج وزيادة قيمة مضافة على المنتجات، وفي الأسواق الحرة اللي موجودة بالمطارات اللي بتبيع الأشياء الاستهلاكية المباشرة للمستهلك. يعني في فارق كبير بين المناطق الحرة والأسواق الحرة، وهي بتدفع نتحدث تحديدا أستاذ مصطفى يعني لما يعرف السوريين أو ما يسمى بالجوتا، يعني كان حتى سابقا يعني هي الأسواق الحرة المتواجدة في المنافذ الحدودية، من ضمن إذا بنذكر يعني جميعا تهريب الدخان، يعني اللي بيشتري دخان في سوريا كان هنالك متواجد في الأسواق دخان جوتا والأشياء الأخرى. فالأسواق الحرة فيها بضائع استهلاكية مباشرة للزائر والمسافر، يعني ما فيها استثمارات يعني كبيرة وضخمة. يعني واحد عنده محل فتح فيه بيجيب ماركات عالمية وبيبيع فيها، يعني
ما أنا أكثر من هيك الأسواق الحرة وبضاعة محددة وأرباحها عالية جدا. يعني هذا النشاط الاقتصادي اللي عم نحكي عنه إنه هو نشاط اقتصادي ما في ريسك وما في مخاطر كبيرة، لكن أرباحه عالية لأنه طيب فقط للتوضيح أستاذ مصطفى، أنت ترى أنه اليوم نظام أسد يتعامل مع هذه يعني الأسواق الحرة كنشاط اقتصادي بحت؟ الأسواق الحرة هي منبع فساد منذ أن تم الاستيلاء عليها من قبل يعني شركة ممثلي شركات الدخان بال 86. يعني هي أحد أهم منابع الفساد، وتم احتكار عملية إدخال القطع الأجنبي لسوريا. يعني يعني كان حتى السوق الحرة اللي كانت موجودة إذا تذكري بشهر 29 أيار، يعني صحيح. هي كانت المكان الوحيد اللي يبيع خلال أزمة 86 الاقتصادية، اللي كان يبيع دخان وكحوليات للمستهلكين الأجانب واللي معه قطع أجنبي. يعني كانوا يبيعوا بالدولار داخل دمشق. نعم. هذا يعني كله مخالف للقانون النقد والأصل يعني. نعم أستاذ سامر، اليوم يعني روسيا كما نعلم هي تسيطر على المنافذ البحرية وأخذت يعني عقود استثمار لمطار حلب، وكانت تتحدث عن مطار دمشق وتحاول أن تبعد إيران عن مطار دمشق. هل ترى أن هذا المزاد العلني يعني سيكون برعاية روسية؟ سنشهد مستثمرين روس في هذا المزاد العلني، أم أنها يعني فقط حبر على ورق لإيهام الشارع السوري بأنه تتم مكافحة الفساد؟ يعني كما ذكرت لك ست أحلام أن هذه إيهام، نعم، حتى يقول أننا نحن نحاسب رامي مخلوف وأننا نسيطر على الأسواق الحرة وغيرها، وأنه لا يزال بشار الأسد له الكلمة، وأنه يشارك الشعب لمن يريد أن يقوم بالاستثمار، وأنه يتحدث بشفافية ووضوح للشعب السوري. هذا كله كذب. وكما تفضلت، ميناء طرطوس وميناء اللاذقية هي تحت إشراف روسيا. هناك أيضا سمعنا محاولات لهيمنة روسيا على مطار دمشق الدولي وإعادة تأهيل بناءه المطار وتأهيله. وأيضا كما تعرفين الآن بالنسبة لمطار القامشلي أيضا هناك سيطرة لروسيا، وأيضا بالنسبة لمطار حلب. وكما ذكرنا هناك تعدد للاحتلالات داخل سوريا، والاستثمارات الآن كانت للأسد وعائلة الأسد، ولكن كما ذكرت لك هناك تدخلات جديدة من روسيا ومن إيران ومن الجماعات التي تتبع لهم. ولا يزال بشار الأسد يعيد إنتاج أشخاص يعملون تحت إمرته ويكونوا هما الواجهة، وبعد أن يستفيد منهم يقوم برميهم واستبدالهم بأشخاص آخرين. بالنسبة أيضا للسوق الحرة كما ذكرت لك ست أحلام، لا يمكن أن نقلل من إيرادات تلك السوق. وكان هناك يعني أيضا من الأمور التي لا تحصل إلا بسوريا، ذكرت لك واحدة أنه لا يتم القبول بالعملة السورية ولكن صحيح. فقط في العملات الأخرى. هناك نقطة أخرى ست أحلام، عندما كنا نسافر داخل سوريا من دمشق إلى حلب إلى دير الزور إلى أي منطقة، ندخل إلى دمشق إلى السوق الحرة ونحن نسافر داخليا. نعم. وهذا غير موجود في الدول الأخرى، فندخل السوق الحرة من أجل أن ونشتري بالدولار، من أجل أن نشتري الدخان وغيره. ومفارقة أخرى ست أحلام، كما تذكرين كان الدخان بالبلد كان مفقود، الناس تذهب لشراء الحمراء الطويلة أو القصيرة من السوق الحرة، والملفت أن يكون أفضل إنتاج هو الذي يصدر للخارج، والشيء السيء والغير مقبول للشارع الداخلي. صحيح أستاذ سامر، وضحت صورة. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي سامر خليوي، كنت معنا من لندن. أشكر أيضا الصحفي الاقتصادي مصطفى السيد، كان معنا من برلين. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.